السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. اليوم غادي نردوا على روبيو. الروبيو يا الروبيو، مازالك طالقين معك التحدي؟ راه حنا ما ناسينكش ولا ورا الشكل ديالك ما معاونكش يا صاحبي. ودابا كيفاش نقولوا عليك جزائري يا ودي؟ قلنا الاصل ديالك منين؟ واش تا تركي عثماني ولا فرنسي؟ وبين نصح تبقى دير لنا داك اللعب ديال والو، راه ما خدامش هادشي هذا لا والو. عا قلنا انت فين؟ اين جهه شاده؟ قلنا جداتك فين كانت رايمه؟ واش تركيا واش فرنسا؟ وحنا كنزينوك، راه بقاو لنا ديك عبر التركي الفرنسي تبين لنا الحقيقه ديالك. هذا كيبغي يدير فيها مطور زعما، وداك الساركازم ديال المعقول فهمتيني، زعما انا راه داير فيها راه واعر. انا جيش حنا نوريك اودي خي الزوم حلاه. تعال تعال دير لنا هذيك الطريقه، دفع لنا البارد مع القاصح. تعال اولدي تعال. قبل ما يسولوا مقدم البرنامج سول واحد اخر، قال له كيفاش بان لك الكاف ما عاقبتش المغرب وكذا، والقشعره راه يستنف، راه ما سكتناش القشعره باغي كذا كذا. لا خرجت الكلمه السلام عليكم، حنا بلاد النيف. اش دخل النيف في الهضره؟ اه النيف راه عامر عبيكم، ماشي داكشي اللي وسط النيف هما نجومه. احنا بلاد النيف وحنا ما نطبعوش. اسرائيل ما يا ودي، راه سولك على القجع، راه القجع غادي يستالف ويمشي معاكم حتى لابعد نقطه ويوصل معاكم حتى للطاس وكيهدد الكاف. تا جا في اسرائيل الهضره صح يا ودي، قلت لكم راه معتقد رسخوه في العقل ديالهم، حقا ما عندهمش العقل. المهم هذا مبدا رسخوه، المغرب اسرائيل بوليزاريو فلسطين ضروري، ما يمكنش تهضر معاه على شي واحد من هادو ما يدخلكش الاخر. ودائما كيلعبوا على ضغط المشاعر ديال احصل الاخرين ما عندهم مشاعر. المهم داك الشعب راه مطحون، ما دخل هذا في هذا. عامل المخزن اي ودي سيد كيدافع على بلادو، واش بحالكم نتوما ولا نتوما؟ خرج القرار قلتوا الحمد لله ما عاقبوناش وسكتوا. لا احنا خويا ما نسكتش، اطبق معايا القانون، ما تشيش العصا من الوسط. ولو نكون انا اللي غلط اخويا عاقبني، المهم القانون يطبق، حيت الكرش ما فيهاش العجينه صاحبي. القانون احنا كنهضروا بالقانون، واش قال الله احنا بحال عبد المجيد مونديلا ولا؟ عا كيهضر جيبه فم وما قول، بلا ادله بلا والو، عا كيطلق في ديك السلوكيات ديالو. لا خويا طبق معايا القانون، فوزي القجا ما عيتنازلش معكم. خليني من هذوك الهضره الخاويه، احنا بلاد النيف، احنا مليون شهيد، احنا مليون. انت حيد لي الهضره ديال والو، داك الشيء طلع هنا. اهضر معايا بالوثائق، وهضر معايا بالدلائل، وهضر معايا بالقانون صاحبي. خليني من بلاد النيف ولا بلاد الخنونه ولا بلاد، حيد هذيك الهضره الخاويه. اسرائيل ما اسرائيل يا ودي، خلينا انا نبداو نجبدو ثاني نحلوا لكم السرير ديالكم. اهضر معنا في القانون، القانون طبق معايا القانون. هضره الخاويه ما عندنا ما نديرو بها صاحبي. اعلامي وصحفي والشهاده وملصق والكوستيم وهذا، قاعد تخرط علينا بالهضره الخاويه. سولك السيد في جهه كتجاوبو في جهه، اهضر معنا في السؤال، جاوب في السؤال. فوزي القجع قال لك اخويا يمشي معاك لابعد نقطه، ماكم نتوما ما هضرتوش، علاش نتوما نتوما ما احتجيتوش؟ خليني من الخرطي الهضره الخاويه. السلام عليكم، حنا بلاد النيف، اش غنديروا بهذا النيف هذا صاحبي؟ سير كولو. نجيو دابا لفريد معطاوي. اه فريد معطاوي، فريد معطاوي بغى يدخل بواحد الطريقه زعما، راه كيهضر بشويه زعما وداك الشيء ديال الاليبا رانا واعر. السلام عليكم، قال لك بما ان المغرب ما عجبوش داك التصريح ديال راس البغل ديال حفيظ نيلسون مونديلا، اسيدي حنا غادي نجيبوه في اي دوره وغنبقاو نجلسوه كالملك وكذا، ويتبجح مع راسو في بلاد الرجال وكذا. وبما ان المغاربه ما عجبهمش حنا عاد نوليو نجيبوه. يا ودي راه جلستيه كي الملك زعما شنو؟ يا هو جالس جالس يتعزل في الدريات ديالكم، شنو هو دابا؟ ما دوره هو في هادشي هذا؟ البنات ديالكم غادي جايين عليه، شنو الدور ديالو؟ اه عتقول لي بان الموضه وكيشوف، اش غيشوف؟ اش من علاقه عنده هو بالموضه؟ هاد راس البغل اش من علاقه عنده هو بالموضه؟ باش تجيبو انت تجلسو وسط البنات ديالكم؟ ياك انتوما كتقولوا بلد الرجال وبلد وكذا والنيف وكذا، فين هو النيف؟ جالس وسط العيالات، هذا زعيم سياسي ما علاقته بالموضه؟ احيد لي ما ديك الهضره الخاويه ديال حنا رجال وحنا بلد النيف مليون شهيد مليون لقيط، احيد ديك الهضره، ما بقاش تقولها لنا حنا. احنا حفظناكم عجلناكم خبزناكم. هاد السيد قاس يتعزل في الدريات عندكم، علاش من دور عنده مخشي تما؟ هو راجل بوحدو وسط العيالات، عاد تجيبو انت وتجلسو في الملعب يا ودي هو جالس وسط البنات ديالكم، انت واش غاتجي على ما كتكذب؟ اريها حبيبي انا غنشروك وعن داكشي مغيز. هذا تقول لي انا الموضه، هذا شنو دخلهم الموضه؟ هذا بعدا عنده قضايا ديال الفساد ودي الاغتصاب ودي نتحداك تقول لي هاد الهضره ما كايناش. هاد السيد عنده قضايا في المحاكم الدوليه بالاغتصاب وبالفساد وبكذا، هذا ملي متهم دوليا بالاغتصاب انت شنو مدخلو وسط العيالات عندك؟ اش جالس يدير؟ الا والواعره يعاود لي واحد الزيزون والتقليد على الزهره مرت عبد المجيد مونديلا. قال لك اسيدي بان ما عجبتهمش حتى واحده، يا ما يمشيو يجيو عليه شي موار. ياك يا وليدي، قال لهم جايب لها الزليطات هذا، واش غادير فيهم؟ وحده غاده وحده جايه كوكوار وما عجبتهمش حتى واحده. تا شبعتي عيا وقال لهم اش غاديروا جيبوا لي شي جوج ونعميو على الجوع وصداق وقاس البلاش. يا امي خرطوا عليك وحده غاده وحده جايه هو، وهذيك اللي حداها مره كدور على ما عجبتك شي وحده انا كاينه. يا ودي راس البغل يا ودي جدك الجم. لو عجبني عمني قال لهم شوفوا الدينار ما تدورش به، انا الشكرات عمر بالدولار. لا تما بعدا عجبني فيهم هذه القضيه هذه دارها زوينه. انا نقول لكم داك الشيء اللي باغن، ولكن الدولار الدينار ما ندورش به. كي غنصرفوا شكون عيد من عندنا الدينار ديالكم؟ وهذا راه معطاوي، هذا اش خشاه تما؟ اش خشاه مع النساء ديالكم؟ انت اش كتقول لي غنجيبو نجلسو كالملك؟ آه الملكيه مراكم، غنجلسو كالملك في بلاد الرجال. يا ودي هو جالس مع العيالات، فين هما الرجال؟
تم وريني الرجال في هذه الصوره هذه، وريني الرجال فينا هما، والزغب ديالكم وحده ودي حقه معكم زغب شما حقك ما عجباش مشى وحده، اي وحده غاده وحده جايه اش كيدير جم؟ هذا متهم بالاغتصاب وبالفساد وبكذا ومخشي وسط العيالات، هي اش خاشي كيدير جم؟ زعيم سياسي مخشي في هذا الشيء ديال الموضه، انت تحمقني ولا تقول لي هاد الهضره ديال الموضه ولا كذا؟ سي جاي كيتعزل قالك باغي شي جوج يمشيو يديروا له المساج ساعه ما عجباتو حتى وحده والو عرق على لقشه تدوخنا بالهضره الخاويه ولا بلد الرجال بلد النيف يا ودي النيف يا ودي مخلي هذا مخشي وسط العيالات وعنده قضايا ولا بغيتي نجبدوا لك هذاك الشيء نجبدوا لك قضايا دوليه متهم تجيش حمقنا حنا كتقول لي انا نجلسوه كان مالك حاج ما كيعجبش المروك المروك قال لك طبق معايا القانون تاش من تقول لي هذه ولا هذه هضره الخاويه سير كولها القانون ونمشي معاك قال لك شلطاس ترى هذا الفوز القجع هذا واش كنلعبوا حنا ولا جاك الله شنقريعه نبدا بزعما عليك واش ولا انسى معايا الهضره الخاويه فريد معطاوي انسى ديك الهضره ديال البروتوكول تخرج لنا من هنا ريح غنغسلوك غسيل وغنشروك حبيبي بحال القديد ريح معايا بقى تقول لي نجلسوه كان مالك ها هو جالس حنا شنا جالس تاع هذا باغي تناوي تجلسوا ولا قالك نجلسوه حيت حنا بلد الرجال يا ودي هو مخشي وسط النزا اش بان لك فريد معطاوي اش كاين باقي ما تضيف ولا سدوا المحضر وهذا اكبر دليل على انكم ما عندكمش العقل لان السؤال في جهه الاجوبه في جهه لا حول ولا قوة الا بالله خليكم تضحكوا شويه مع الاعلام ديال الكراغيلا بلاد النيف قالك حنا بلاد النيف يا ودي النيف يا ودي خليكم تشاهدوا الفيديو كيف العاده ما تنساوش لايك خليو لنا الراي ديالكم في التعليقات الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا يفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما مصطفى مزا قبل نهايه البرنامج الكاف تفضل عدم معاقبه المغرب بسبب عدم مشاركته في كاس امم افريقيا للمحليين وترفض تطبيق الماده 80 من لوائح الشان والاقجاع اليوم يطعن في قرار لجنه الانضباط ويصر على معاقبه الجزائر بسبب خطاب حفيد نيلسون مونديلا ما رايك مصطفى مزا في خرجه فوزي الاقجاع؟ شوف عامل المخزن يطبق سياسه البكاء ويعرف يبكي ويعرف يدير سيناريوهات انا نظن لو كان كان مخرج تاع افلام يقدر يكون بلاك من احسن المخرجين في العالم لانه لو تشوف يعني بلد يعني يضيع منافسه مثل منافسه كاس الشان من كان رضا كل المنظمين ولا حتى الفاعلين في الهيئات الكرويه سواء القاريه ولا العالميه كلهم راضيين على المستوى اللي ظهرت به الشان سواء ان المستوى التنظيمي ولا شيء آخر لكن لما يغيب المغرب على المنافسة أولا يكذب على الشعب تاعو ويكذب على اللاعبين تاعو بأنه لازم لي طيارة لازم لي هذيك لازم لي هذيك أنا أقول لك من قوانين تنظيم كأس الشان هو البلد المنظم يستكلف على الرحلات الداخلية هو اللي مسؤول لكن لما نتايا تحوس تفرض المنطقه تاعك تجي بطائره على يعني الخطوط تاعك تجي تفرض نفسك في بلد لربما وضعينك في القائمه السوداء لكي لا اقول الحمراء اقول لك انا الشيء هذا غير ممكن في جزائر تاع الجزائريين غير ممكن في بلد الرجال غير ممكن في بلد للناس عندهم النيف غير ممكن البلد اللي ما يطبعش احنا ربما البلد من بين البلدان اللي عندنا سياسه وسياسه دائما تبقى ثابته لانه انا حاب نتكلم على الرياضه لانه علاش تعبنا من السيناريوهات تاع هذا السيد هذا تعبنا بالسيناريوهات بالكذب بالاشياء اللي ربما غير رياضيه يحب يدخل الرياضه لاغراض سياسيه تعبنا من هذا الشيء لكن نقولوا حنايا حتى ولو الجزائر ما تنظمش كأس أمم إفريقيا 2025 أنا نقول لك وضعنا الكاف والفيفا في حرج يحب ولا يكره اليوم يجي ربما ما يجيش أنا نقول لك الناس اللي واقفين على هذه البلاد متأكد أنه هما اللي ما خلوش هاد الناس يجوا للجزائر لأنه يضعوا كل العراقيل باش يوضعوا الجزائر في حرج اولا راهم يتكلموا على كاس امم افريقيا اللي جايه في الجزائر يحوسوا يوضعوا نفس العراقيل نفس المشاكل نفس السيناريوهات باش دائما يبقوا في نفس المنطق تاعهم لكن نقول لك انا الجزائر ونقولها ونكررها المواقف ثابته والجزائر ضد التطبيع ربي سهل عليك نتايا حنا ما يهمناش واش دير في بلادك وما يهمناش السياسه تاع بلادك المهم احنا المنافسه تاع الجزائر اللي نظمتها منافسه كبيره وضعت القاره وضعت اولا
الافريقيين اللي جاوا هنا الجزائر شافوا اولا كيفاش كان التنظيم، شافوا كيفاش كانت المنافسه، شافوا كذلك كيفاش الناس وقفت على هذه المنافسه هذه يعني بكل يعني تنظيم في المستوى اللي خلى الكاف والفيفا في حرج اليوم. واضح مصطفى مظفرد مطوي في عجالة عندما ترى قرار الكاف بعدم معاقبة المغرب بسبب عدم مشاركته في الشان، ربما تدرك بأن هذه الهيئة باتت مختطفة بين قوسين صح التعبير من أطراف فاعلين داخل أروقة الكاف. لا هذا أكيد، لكن أنا اليوم أظن بأن على الفاف أن تتقدم بتظلم للكاف، ليس لعدم معاقبة المغرب، بل لأن رئيس الجامعة الملكية المغربية حرم شباب المغرب من المشاركة في هذه الدورة دورة الشان، وهذا أفظع. ولأن رئيس الجامعة الملكية المغربية عوض أن يترك يعني مال الخزينة العمومية المغربية للشعب المغربي المحروم في الريف المغربي، ذهب به لرشاوي بعض يعني بعض أعضاء المكتب التنفيذي للكاف. وأنا في هذه النقطة أقول على الجزائر أن تقدم دعوة أخرى لزويل مانديلا في نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 سنة، وتجلسه كالملك على منصة الشرفية لملعب الذي يحمل اسم جده، ولا داعي لإعطاء الكلمة لزويل مانديلا حتى يخاطب في يعني في افتتاح هذه الدورة، لا لشيء سوى لأن حفيد مانديلا صار اليوم يا عماد صار نجم فوق العادة بخطابه الأخير في الشان، وكل إفريقيا صارت تعرف من هو زويل مانديلا، هذا الشبل من ذلك الأسد في بلد الأسود. لذلك أنا أطلب من الفاف أن تقدم دعوة لزويل مانديلا حتى يحضر لافتتاح كأس أمم إفريقيا 2017، وتجلسه مثل الملك في المنصة الشرفية لملعب نيلسون مانديلا. واضح. مصباح وكذلك بن حمو سوف يداعم الطاقم الفني تاع ولد علي تاع الفئة أقل من 23 سنة رسميا يعني في المباراة المقبلة في المباراة يعني لا دوب كونفونتاسيون مع الغانا إن شاء الله. شكرا جزيلا مصطفى مزا. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خليوا لي الرأي ديالكم في التعليقات، وما تبغوش عليا بالرأي ديالكم. ناس مازال ما مشاركينش معنا يشاركوا ويفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، وكيف العادة نشوفوا في فيديو جديد. ديما مغرب.